بالنسبه حق البطولات المحليه ان شاء الله باذن الله ان الوكره بتكون لها كلمه السنه هذه في البطولات المحليه في 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 دوله قطر. بالنسبة حق منافسة نادي الوكرة إن شاء الله إحنا حنشارك السنة هذه في دوري أبطال آسيا، فإن شاء الله طموحنا إن شاء الله نلعب مباراة تصفيات ونتأهل حق دور المجموعات ونكون وننافس على هذه البطولة.